للفريكة مع الدجاج المشوي، أول شي بتحضر تتبيلة الدجاج. عندي روب مع معجون فليفلة حمراء، طماطم مهروسة، خل، بهار التوم، بهار البصل، شوية سبع بهارات، فلفل أسود وملح، بخلطهم كتير منيح. ضفت عليهم شوية مي. هلأ بجيب الدجاج اللي غسلته ونشفته كتير منيح، بتحطوها بقلب الخلطة ودلعوها وعملوا لها مساج من كل الجهات، وبتتركوها منقوعة بالبراد ليلة كاملة أو 4 ساعات، بس كل ما نقعتوها أكتر كل ما طلعت أطيب. هلأ أنا ما طلع عندي خيطان للدجاج صراحة، جبت سنيتا لفيتها بهيدي الطريقة، وبدي أربط فيها الفخاد. هلأ بعد شوي بتحطوا الدجاج بقلب الصينية، بتعطوها كل الصوص اللي نقعتوها فيه وبتربطوا لجريها بهيدي الطريقة. بتجيبوا السانيتا وبتلفوها حواليهم، لأنه أنا ما بدي الجرين يفتحوا أنا وعم بشويها. بتحمل الفرن على 180 درجة وبتغلفوها أول شيء بورق للخبز للفرن عشان تحبسوا الحرارة فيها وسانيتا، وبتتركوها بالفرن تقريبا من 45 دقيقة ل 50 دقيقة على الطبقة النصانية. بعد 50 دقيقة بتحطوا معجون الطماطم مع زيت زيتون ومي، بتفركوا كل الدجاج وبترجعوها على الفرن لتتحمر. للفريكة عندي بصل مقطع مكعبات صغيرة، دفت عليه زيت، كمان ملح وكمون، 7 بهارات وكزبرة ناشفة وتوم، وبقلبهم مع شوية مي لكرمل البصل. ومن بعد ما يستوي عند البصل بضيف الفريك اللي غسلته كتير منيح ونقعته تقريبا نص ساعة، بقلبهم وبتركهم 10 دقايق. من بعدها رح ضيف مرق الدجاج. هون انتو بتتحكموا بالمي، اذا بتكون ياها مفلفلة او بتكون ياها ناشفة او بتكون ياها مثل الشوربة. انا بدي ياها مفلفلة شوي، بتركها على نار عالية، وبس يبلشوا يبينوا عندي هيدي الجوار بخفف لأقصى حد، لحد ما يصير عندي بس شوية مي، بضيف حامض بغطي عليها وبتركها 3 ساعة. بعد 3 ساعة بتتشرب كل المي والحامض الزيادة. هلأ منا نقدمها مع الدجاجة. صراحة احترق الجلد شوي، بس انه بتصير هالحوادث بالمطبخ عادي، مهم انه نستدرك الموقف. حطيت عليها شوية لوز محمص، بتقدموها مع سلطة او مع روب، ومثل العادة كتير طيبة وعليكم بالعافية. صحتين.